مجموعة ليبرتي هاوس أعلنت هذا الثلاثاء عن نيتها التقدم بعرض رسمي لشراء أصول مجموعة تاتا ستايل الهندية العملاقة لصلب في المملكة المتحدة. الشركة الهندية في بريطانيا سبق وأعلنت في شهر مارس الماضي عرض جميع أعمالها للبيع لتعويض خسائر فادحة بسبب تدهور الأداء المالي لفرعها في بريطانيا في الأشهر الأخيرة الماضية عقب أعوام من ضعف الأوضاع ما اضطرها لتسريح مئات العمال. مجموعة ليبرتي هاوس كانت أول من أبدى الاهتمام عقب إعلان المجموعة الهندية القرار لبيع أعمالها بما في ذلك أكبر مصنع للصلب في جنوب ويلز.